اللذينة. ماشي براحتك، كده كده هجيب بياناتك عندي، مش هسيبك. اه يا بنت الكلب يا حرامية، بس هجيبك. اشرب من كنبك ولا حرام. اه وموت اخلص وموت. لحظة لحظة، اقعد على الكرسي، اقعد على الكرسي. يلا اي حركه خلص عليك. لا مش هعمل اي حاجه، بس انت عايز ايه؟ بس قول لي ايدك ورا ظهرك. طب قول لي انت عايز ايه بس؟ ارجع يا شاطر، انت هتفهم انا عايز ايه. الحقوني الحقوني. انت لسه هتتكلم كتير؟ ما سمعتش صوتك، قلت لك اخلص عليك. اتكلم حلو براحتك يا شاطر. الفلوس راحت فين؟ انت يا الفلوس والذهب اللي عندك فين؟ انت فلوس وذهب؟ اه كان في حراميه قبلك. حراميه قبلك ازاي؟ انت بتحور عليا يا ابني. ما بحورش والله، هو ده اللي حصل. اعمل حسابك انا مش هسيبك وهرجع لك تاني. استغفر الله العظيم يا رب. كده مستحيل اي حد يعرف مكان الفلوس. خليه يجري بقى ورايا ولا يحصلني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايزه حقي. حقك؟ حقك في ايه؟ مش فاهم. عايزه حقي في الفلوس والذهب يا احمد. اه انت بتعملي حوار، انا رحت اصلا ما لقيتش حاجه. ازاي يعني ما لقيتش حاجه وانا شايفه فلوس بعين الاثنين اللي هيكونوا من دول؟ شيماء انا رحت كتفت الراجل وقلبت البيت، ما لقيتش اي لا فلوس ولا ذهب، وهيكون اتفقت مع حد غيرها يا شيماء. بقول لك ايه يا احمد؟ ما تستعبطنيش عشان تاكل حقي، عشان انا مفيش حد بياكل حقي خالص. يا بنت حقي انا باقي حاجة اصلا عشان اكل حقك؟ احمد ما تستهبلش يا احمد، ما تستهبلش. عشان ما تعمليش حوار، بقول لك ايه؟ احنا لسه فيها، ارجعي تاني وشوفي اللي هيكون غير مكانه. ماشي يا احمد. والله انا شاكك فيك ان انت بتحوري وبتعملي عليا حوار، بس لو طلع ده صح يا شيماء انا مش هرحمك. ولاد الكلب يا حرامية. انت جيت تاني برجلتي؟ ايه ده؟ الحراميه بنت الكلب. والنبي اهدى عشان خاطري. اهدى، انا هفهمك كل حاجه. فاهميني ايه بس؟ اهدى بس، انا والله العظيم جاي عشان مصلحتك، انا جاي عشانك. وفي واحده تسرق حد. اسمعني بس، في واحده تسرق حد هتجيله تاني؟ انا عايزه بس افهمك. فهميني يا اختي. انا جاي عشان مصلحتك. والله العظيم جاي عشان مصلحتك، حاجتك دي معايا انا شايلها لك، وعملت كل ده عشان خاطر الحرامي اللي كان هيسرق حاجتك. الحرامي باتوا مع بعض، الكلام دي بقى تقول في النيابه. لا شرطه، لا والله العظيم انا مش حراميه، انا هفهمك، انت عايز حاجتك؟ وريني حاجتك. تعالى معايا نوريها لك.
والله العظيم هو ربنا عامل حاجه ثانيه فيا. والله العظيم انا جاي تمشي قدامي. انا جاي عشانك. تمشي مش قدامي. طب تعالى. تعالى. اتفضلي. اشوف حكايتك ايه. تعالى. فين بقى حاجتي؟ فلوسك هنا. انا خبيتها هنا عشان خاطرك. صدقتني؟ الغوايش والفلوس مظبوط. كدبت عليك في حاجه؟ لا بس انت قولي لي انت عملت ليه كده؟ تعالى هنقعد هناك وافهمك على كل حاجه. يا بنت الكلب بتقولي ما اعرفش حاجه؟ الزهر والراجل غير مكانهم. ماشي يا شيماء احكي لي بقى. بصراحه انا في بلطجي بيهدني وقال لي ان انا لو ما قلتلوش على مكان الذهب والفلوس هيقتلني، وانا اضطريت ان انا اخد الفلوس بتاعتك والذهب اخبيهم عشان لما يجي البيت عندك ويدور على الفلوس والذهب ما يلاقيش اي حاجه، وهو شك فيا وانا عملت خطه عليه كده عشان خاطر ما ياخدش حاجتك. كتر خيرك يا شيماء. بس ما قلتليش ليه يا شيماء من الاول؟ انا ما رضيتش اقول لك. ما كانش ينفع اعمل غير اللي انا عملته ده عشان انا خايفه بجد عليك، وانا ما كانش ينفع اعمل كده. بس عايزه اقول لك على حاجه، الراجل ده خطر قوي ومهدد حياتي اصلا. اسمع كلامي وبلغ عشان خايفه عليك انت كمان. لا ما تلعيش من ناحيتها ما تلعيش، لكن انا كل اللي هعمله عليك انت، وانا عارف اتصرف معاك كويس. شكرا جزيلا لك يا شيماء. العفو يا استاذ عماد. مع السلامه. استنى يا شيماء. ايه؟ خلاص عرفت كل حاجه. حرام عليك. حرام عليك. امشي قدامي يا بنت. انت بتعمل كده ليه؟ امشي قدامي. يلا امشي. ربنا يا اخي. الو الو يا استاذ عماد. ايوه مين؟ ما يخصكش مين، بس البنت اللي اسمها شيماء اللي شغاله عندك معايا دلوقتي. اتكلمي يا بنت. ايوه يا استاذ عماد. اظن كده عرفتها. شيماء؟ اه شيماء. وانا عرفت القصه الحمضانه اللي هي عملتها وحرصتك مني ان انا جاي اسرق البيت. بقول لك ايه، من الاخر كده البنت دي لو رسمك تاني انا عايز 50,000 جنيه. هو انت مش اي حاجه؟ ما انا قلت لك هديك ساعتين تفكر. هتجيب ال 50,000 جنيه؟ هتاخد شيماء. مش هتجيبهم هخلص عليها من غير سلام. لو عايزك وخايف عليك هيجيب ال 50,000 جنيه. هو اصلا هيجيب ال 50,000 جنيه ليه؟ هو اصلا ايه بيني وبينه؟ انا مجرد واحده كنت شغاله عنده وبس. عشان يبقى تلعبي بديلك حلو معايا. طب ادفع 50,000 جنيه يا رب، ولا تقرب لي ولا من بقيه اهلي. بس هي ما تخليش عني برضه، وقفت جنبي ما خلتوش برضه سرقه ولا الذهب ولا الفلوس.